السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وجيت لكم في فيديو جديد بناء على طلباتكم. النهاردة الفيديو بتاعنا ان شاء الله هيتكلم على الاجهاد الحراري عند السلاحف. الطلب مني الفيديو ده كتير جدا، فقررت اعمله معاكم النهاردة. بس عايزة اقول لكم قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا، اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي ما ينساش يعمل لايك للفيديو ويشترك في القناة ويفعل الجرس ويختار كلمة الكل عشان كل فيديوهاتي توصله بكل سهولة، ويعمل مشاركة لأصحابه عشان كله يستفاد. تمام، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبتدي ندخل على الفيديو بتاعنا على طول. مبدئيا كده، في ناس كتير مش عارفين يعني ايه الإجهاد الحراري وايه أسبابه وبيحصل ليه يعني، وازاي نتفاداه او نبعد عنه. النهاردة الفيديو بتاعنا هيتكلم على الموضوع ده بإذن الله. اول حاجه، كلنا عارفين ان الشمس مهمه جدا جدا للسلاحف، بس زي ما هي مهمه جدا جدا برضو مضره جدا جدا. طبعا كل شيء لما بيكتر عن حده بيتقلب لضده. تمام، مبدئيا كده عشان نربي سلحفه تربيه سليمه عندنا في البيت لازم يكون عندنا شمس، لان الشمس حاجه مهمه جدا للسلاحف زي ما قلتلكوا، وهقول لكم بدل المرة كذا مرة ان الشمس تعتبر دكتور بيزور السلحفة عندنا كل يوم. يعني ما شاء الله الشمس بالنسبة للحياة للسلحفة حياة. تمام، فاحنا طبيعي يوميا بنشمس السلحفة. انا طبعا في ناس بيقولوا ساعة وفي ناس بيقولوا ساعتين وفي ناس نص ساعة، انا بقول 10 دقايق لربع ساعة. يا جماعة انا بصراحة الاول خالص ما كنتش عاملة بيت للسلحفة، فكنت مخصصة لها مكان في البلكونة، فهي كانت بعد ما بتاكل وتتمشى وتعمل الرياضة بتاعتها اللي هي بتعملها كل يوم، كنت بلاقيها كده مستمتعة جدا وقاعدة في الشمس وفرد ايديها ورجليها ونايمة، بتاخد لها اي ركن كده في البلكونة وبتبقى مبسوطة جدا ومستمتعة جدا بالشمس. واوتوماتيك اول ما جسمها بيكتفي من اشعة الشمس بتروح جاية راحة في الركن التاني في البلكونة اللي هو بيبقى ظل. تمام، زي البيت كده بالظبط. البيت انتوا حضراتكم شايفين فيه جزء ظل وجزء شمس، وده المفروض اما الشمس بتيجي عندي في البلكونة بتبتدي تيجي في الجزء نقول الشمال، وبعد كده بيجي في الجزء اليمين، هوريها لكم برضو اثناء الفيديو. تمام، ده اهم حاجة عندنا، ان الشمس ما تكونش عمودية، تكون بتيجي في جزء وجزء لا. طب نفترض ان الشمس عمودية، لازم نعمل مغبأ للسلحفة. اولا المغبأ ده لما برضو بتحس ان اشعة الشمس حامية جدا عليها بتلجأ له وتدخل تدرى فيه، او نعمل لها تربة زي اللي انا عاملاها كده من البتموس والرمل، والتربة تكون سميكة مش زي اللي انا عاملاها، تكون يعني تقدر السلحفة تدفن نفسها فيها بكل سهولة. انا طبعا عاملاها حاجة بسيطة خالص يعني، بس عشان هي ذكر زي ما قلتلكو، وعشان دي كرتونة. اما لو بيت خشب بنعلي سمك التربة حوالي 10-15 سنتي او اكتر زي ما احنا عايزين يعني. تمام، فمبدئيا كده البيت موز زي ما قلتلكو قبل كده هو بيحتفظ بدرجة الرطوبة. هنا السلحفة بسم الله ما شاء الله اللي بقها ناشف بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، ومناخيرها ناشفة. احيانا بيجي لي اسئلة بقى عشان ندخل في الموضوع بتاعنا على طول، انا السلحفة بتاعتي فجأة كده لقيتها بتطلع رغاوي من بقها كتير قوي ومش عارفة تتنفس، واحيانا عينها بتدمع، الحل ايه؟ فانا اوتوماتيك بسألهم بقول لهم هي السلحفة كنتوا حاطينها في الشمس، فبيقولوا لي فبقول لهم على طول ده اجهاد حراري. الاجهاد الحراري لما بتبقى الشمس عمودية والاشعة بتاعتها بتبقى عالية جدا، فالسلحفة ما بتقدرش تتحملها، واحنا كبشر ما بنقدرش نتحملها. يعني لو احنا قاعدين في الشمس فترة طويلة بيجي لنا ضربة شمس وبنتعب جدا من الشمس. زي ما قلتلكوا كده، الشمس زي ما هي مفيدة هي مضرة برضو. طب ايه الاوقات اللي ممكن نستمتع بيها والشمس تبقى مفيدة مش مضرة، وايه الاوقات اللي بتبقى الشمس فيها مضرة مش مفيدة؟ الاوقات اللي الشمس فيها بتبقى مفيدة وبتدينا فيتامين د اللي هي قبل الساعة 10. تمام،
ممكن بقى من 8 ل 9، من 9 ل 10، يعني على حسب طبعا، عشان كل بلد بتختلف مثلا في عدد ساعاتها. فانتوا على حسب ما انتوا تقعدوا في الشمس وتحسوا ان الإشعة بتاعتها انتوا متحملينها كبشر يعني. تمام. تمام. طيب بعد العصر بتبتدي مثلا من الساعة 4 لغاية الساعة 5 6 كده، على حسب برضو إشاعة الشمس، ده الوقت اللي بيبقى مفيد. طب الوقت المضر بتبقى الشمس قوية جدا، اللي هي من فترة الضوء لفترة العصر. طبعا إشاعة الشمس بتبقى قوية جدا، احنا نفسنا ما بنستحملهاش. لو احنا خارجين بندور على أي مكان ظلة نبتدي نقعد فيه. السلحفة كذلك، فأنا عايزة أقول لكم اللي يحب يشمس السلحفة ما يحطهاش تحت الشمس مباشرة، يعني ممكن 10 دقايق بس في الاوقات اللي انا قلت لحضراتكم عليها، مع تقديم الاكل كده تاكل والشمس بتديها نشاط كده وحيويه، زي زقزوقه كده عماله تمشي وعماله توقع في الالعاب اللي انا حطها لها في البيت، وبهدلت لي الزرعه بتاعت النعناع، كسرتها وكلته. المهم يعني هي بتلعب الوقت. المهم نرجع لموضوعنا تاني. كنا بنقول ايه؟ عفوا. طبعا هي دخلت المخبأ بتاعها، المخبأ ده اساسي 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 في بيت السلحفة، عشان لو حست بدرجة حرارة عالية جدا تبتدي تدخل المخبأ بتاعها تستخبى وجسمها يهدى شوية. تمام. حتى لو مفيش، هي عامة السلحفة كطبيعة بتحب المخبأ، زي ما اتعودت. هو ماما اما السلحفة الام بتيجي تبيض بتدفن البيض بتاعها، هما بيبتدوا اما البيض بيفقس بيبتدوا يطلعوا برضو من تحت التراب او الرملة اللي هي السلحفة دفنت البيض فيه، بيطلعوا على بقى سواء البحر او سواء الجناين، او يعني البريه، يعني بتخرج للطبيعه بمعنى اصح، اما البرمائيه بتنزل للبحر. فهي طبيعتها بتحب تستخبى من الصيادين، من الطيور اللي ممكن تاذيها، الحيوانات اللي ممكن تاذيها، فهي طبيعتها. فالمخبأ ده بالنسبه لها حياه، هي بتتمشى وتاكل وتشرب، بس لازم في النهايه يكون لها مخبأ. تمام. لو مش عاملين لها بيت خصصوا لها مثلا كرتونة تنام فيها مثلا بعد ما تخلص الرياضة بتاعتها اللي بتعملها كل يوم، خصصوا لها مكان كده تدخل تنام فيه. شايفين هي كل شوية بتدخل وبتطلع بتتمشى براحتها. انا بحب اسيب زقزوقة براحتها خالص، زي ما بقولكوا كده كانت البداية قبل ما اعمل لها بيت كانت بتتشمس، واول ما جسمها بيكتفي فكانت بتروح اوتوماتيك على الجزء الضل. دلوقتي هي كلت واتمشت شويه وقعت الالعاب اللي انا حطاها دي، لعبت شويه ودخلت المخبأ بتاعها. تمام. زي ما حضراتكم شايفين. طيب نفترض لا قدر الله حصل الاجهاد بقى الحراري للسلحفه، شايفين هنا الشمس ابتدت تيجي الجزء الثاني، انا كنت مصورها لكم في الجزء اللي يعتبر الشمال، ابتدت تيجي في الجزء اليمين، فهو ده المطلوب في بيت السلحفة، ان الشمس ما تبقاش متسلطة على البيت طول النهار، لا جزء يبقى ظل وجزء يبقى شمس. طيب نفترض ان جالها الاجهاد الحراري ده ولقينا رغاوي جامدة نزلت من بقها، نعمل ايه؟ ناخدها على طول من المكان اللي هي كانت فيه، نبعدها عن اشعة الشمس، وعلى طول نجيب لها طبق ونحط فيه مية دافية حوالي 2 سنتي مش اكتر من كده، ونسيبها في الطبق ده لمدة من ربع ساعة لتلت ساعة عشان تغير درجة حرارة جسمها. طبعا احنا عارفين ان السلحفة من ذوي الدم البارد، فهي بتكتسب حرارة جسمها من البيئة اللي هي عايشة فيها. يعني مثلا لو احنا مشغلين تكييف تلاقي جسمها تلج من التكييف، لو احنا حاطينها في الشمس ممكن جسمها يسخن جدا. تمام. فاحنا زي ما قلت لكم كده بناخدها على طول نغير لها درجة حرارة الجسم، ودي طبعا بتختلف بقى من سلحفة لسلحفة ومن لون الصدفة غامق ولا فاتح، فاحنا على قد ما نقدر نتفادى الموضوع ده. عشان كده انا دايما بنصحكم ب10 دقايق لربع ساعة تشميس مش اكتر من كده، عشان السلحفة ما ندخلش في حاجات ايه، في متاهات تانية يعني. طيب ممكن كمان الاجهاد الحراري يجي لها من ايه؟ لو احنا مثلا مسافرين واخدينها معانا وحطيناها مثلا في شنطة العربية، او حطيناها حتى على كرسي العربية والشمس كانت ضاربة مش شباك مثلا في الصندوق بتاعها او كده، ممكن برضو السلحفة تسخن مننا.
وبرضو يجي لها اجهاد حراري. فاحنا ناخد بالنا من الموضوع ده كويس. زي يا جماعة ما الشمس مهمة جدا برضو مضرة جدا، يعني احنا ناخد بالنا ونحاول نقيم كده الامور ونعملها زي البيبي بالظبط، نتعامل معاها اكنها بيبي بالظبط. البيبي اول ما بيتولد بيبقى مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، ولا عارف مامته هي اللي بتبتدي توجهه وهي اللي بتاخد بالها منه، لغاية ما بيتعود واحدة في واحدة ويكبر ويبتدي يمشي، بيبتدي بقى هو يعتمد على نفسه في بعض الحاجات. السلحفة كده اول ما بنشتريها بتبقى مش عارفة اي حاجة، البيت اللي هي جاته ده هل هو هيحافظ عليها، هل هي الاطفال هيبهدلوها، الحاجات دي كلها يعني. فبتبقى مستغربة شوية لغاية ما بتاخد وتدي على البيت وعلى افراد الاسرة، بعد كده بترتاح لهم، بتبتدي تتعامل زي زقزوقة كده. تمام كده، الفيديو بتاعنا كان بيتكلم على الاجهاد الحراري، ارجو ان انتوا تعملوا بالنصايح اللي انا قلتها. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.